محمد الثاني مهبة مؤسسة العسكرية على حد مرادة الخير والناس مؤسسة العسكرية بطولة مصر مفتوحة دي بطولة بيخش فيها معظم محبي رياضات الكيك بوكسنج في مصر من كل محافظات مصر بتعتبر صورة من صور انتشار الكيك بوكسنج في مصر احنا من اول بطولة مصر مفتوحة الاولى والتانية والاعداد بتزيد من 4000 5000 6000 8000 كل وقت الامر بيزيد ولكن تنظيمنا هنا اختلف تنظيمنا هنا اختلف ازاي ان احنا بقينا مع مراعاه الاعداد دي فاخدنا اكبر صاله في مصر اللي هي صاله رقم واحد في مجمع استاد القاهره اللي هي الاكبر في افريقيا رقم اتنين بقينا نقسم الناس فتره صباحيه وفتره مسائيه عشان ما يبقاش في التضخم العددي الحمد لله كل يوم الكيك بوكسنج في مصر بيثبت انه الاقوى الحمد لله الكيك بوكسنج في مصر بيثبت انه اغلب محبي رياضه الدفاع عن النفس بيتجهوا ليه الاف اللاعبين اللي انت حضرتك شايفهم والاف اولياء الامور اللي انت شايفهم دول جم حبا في رياضه الكيك بوكس من المحافظات المختلفه وهي دي احدى صور انتشار رياضه الكيك بوكسنج في مصر والمعبره عنه شاركت في بطولة الجمهورية وتأهلت لأفريقيا بس ما حصلش نصيب والحمد لله يعني كله كويس الجاي كله كويس الحمد لله أنا بلعب كونغ فو ساندا وكيك بوكس وجودو وام ام اي فنون قتالية وأنا من صغري وأنا بعشق الألعاب القتالية الحمد لله بتفيد كتير دفاع عن النفس وبتقوي الشخصية وبتقوي من طريقة تفكيرك وطريقة كلامك مع الناس وبتزود من أخلاقك أيوة بطولة جمهورية ساندا السنة اللي فاتت جابت تاني الحمد لله وبطولات محافظة كتير وبطولات محلية وبطولات ودية الحمد لله أول جمهورية كيك بوكسنج ولاعب منتخب مصر وأول عالم مونديال اللي فاتت 2021 اتلعبت في القاهرة هنا إن شاء الله أول حاجة الأخلاق تاني حاجة بصحة كويسة تالت حاجة من غير الرياضة محدش يعرف يعمل أي حاجة في حياته وأنا اخترت الكيك بوكس بالذات لأنها لعبة أول حاجة في الأولمبياد هتفيدني في كليتي لأن أنا تخصص كيك بوكسنج في كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات أنا بطلة مصرية بلعب في الكويت في أكاديمية النخبة الدولية انا جيت لما عرفت ان في اتحاد مصري رسميا جيت العب من الكويت جيت العب هنا بدات وانا عندي 12 سنه في اللعبه واول حاجه بدات ضربت شهر وبعدين دخلت بطوله في الكويت ولما كسبت فيها حبيت اللعبه وكملت بعد كده خرجت بطوله في دبي وفزت فيها وخدت المركز الاول كنت بلعب لعبه مغربيه بعد كده رجعت كملت بطولات في الكويت ومع تطور مراحل بعد كده بروح رحت لعبت في اذربيجان وخدت برضو مركز اول ولعبت بطله ايرانيه تلعب بقالها كتير اول مره شارك في بطوله مصريه شاركت في بطولات قبل كده كانت بطوله اذربيجان كانت بطوله مهمه وكبيره جدا كانت بطوله عالم وكان فيها اكتر من 7 دول مشاركين اهمها كانت تركيا اذربيجان ذات نفسها روسيا اوكرانيا كان في دول كتيره وكبيره مشاركه وبعد كده الحمد لله ربنا قدرني وجبت مركز تاني على العالم بعد كده كانت قبلها كان في بطولات تانية كان في بطولة ساندا كان في بطولة كيك بوكسنج اول الكويت والحمد لله لحد دلوقتي معايا في رصيدي 8 بطولات بدي بطولة الجمهورية بطولة مصر المفتوحة 8 ميداليات الحمد لله طبعا بطولة مصر المفتوحة بالنسبة لي بتبقى مقياس بالذات للاعبين الجداد لان هي بتدخل اللاعب في مود البطولات يعني بتخلي اللاعب يخش في المود الفعلي للبطولات بيبقى عامل ازاي اللاعب في بداية المشاركة ليه كلاعب مبتدئ عشان يلعب بطولة كل العوامل النفسية من الضغط النفسي اللي بيتعرض له سواء طفل أو لاعب جديد إنه بيلعب قدام جمهور مستوى التحكيم الشكل والتنظيم اللي بيبقى حاضر فيه كل ده عوامل نفسية بتضغط على اللاعب نفسيا لو ما قدرناش نأهله كويس قبل ما يشارك في البطولات الفعلية اللي هي الرسمية التصعيدية بيكون عليه الأثر ده سلبي فإحنا بالتالي أنا كمدرب بختار ألعب في بطولة مصر مفتوحة أو بطولة مفتوحة بشكل عام اللي انا باهل اللاعب نفسيا قبل ما اكون باهله فنيا لخوض البطولات الرسميه انا بطلة جمهوريه في الكيك بوكسنج وبطلة افريقيا مركز تاني في مصارعه الحزام ومعايا بطوله القاهره في الكونفو ولعبت كذا بطوله وديه معايا بطوله اونلي اول انا بلعب كيك بوكسنج بقالي 2 سنين انا دي حلمي من وانا صغيره جدا
ولعبت من انا سن كبير، لعبت من سني 24 سنه، انا حاليا عندي 32 سنه، بلعب بقالي 8 سنين. انا ياسين بلعب كونغ فو وحبيت اللعبه جدا، فانا دخلت البطوله واخدت مركز اول.